إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، ونخصص هذه الحلقة للحديث عن الحديدة وأبعاد الخروقات المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار وتأثير ذلك على مستقبل اتفاق وقف إطلاق النار. دعا رئيس بعثة الأمم المتحدة الجنرال الهندي أبهي جيت جوها جميع الأطراف إلى الالتزام بوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، وحث جوها الأطراف المعنية على ممارسة ضبط النفس وتجنب أي تصعيد للوضع ومواصلة دعم الجهود المستمرة للحفاظ على وقف إطلاق النار. هذا وقالت مصادر عسكرية أن ميليشيا الحوثي شنت هجوما واسعا على مواقع للقوات الحكومية في مديرية التحيتة جنوبي المدينة، كما شنت هجوما مماثلا على مواقع الجيش في منطقة الجبلية بالمديرية ذاتها. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: إلى أين يتجه المشهد الميداني في الحديدة في ظل الخروقات المستمرة، وهل تغير الأمم المتحدة من طريقة تعاطيها مع المعرقلين لمسار اتفاق وقف إطلاق النار؟ اتفاقات هشة ووضع ميداني معقد وخطط أممية لا ملامح لتنفيذها، هكذا يبدو المشهد في الحديدة بعد خروقات عديدة وعودة الوضع العسكري إلى المربع الأول. رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة الجنرال أبها جيت جوها أدان خروقات وقف إطلاق النار في المناطق المتفق عليها. جوها دعا في بيان له جميع الأطراف إلى الالتزام بوقف إطلاق النار في المحافظة على النحو المتفق عليه في اتفاقية ستوكهولم. مصادر عسكرية قالت إن ميليشيا الحوثي شنت هجوما عنيفا على مواقع قوات الجيش بالأسلحة المتوسطة والثقيلة شرق مديرية التحيتة، كما استهدفت مواقع للجيش شمال منطقة الجبلية في المديرية ذاتها. ثلاثة رؤساء عينتهم الأمم المتحدة واحدا تلو الآخر لرئاسة لجنة إعادة الانتشار في الحديدة، غير أنهم جميعا لم يغيروا شيئا من الواقع الميداني، ولم يتمكنوا من وقف إطلاق النار وتوزيع القوات خارج المدينة. مراقبون قالوا إن الحوثيين ما زالوا يمثلون العائق الرئيسي في طريق تنفيذ اتفاق إعادة الانتشار، حيث يسخرون كل إمكانات المحافظة للأغراض الحربية ويكثفون من خروقاتهم للاتفاق، وهو ما يقلص من فرص الحل في المحافظة. محاولات عديدة تقوم بها الأمم المتحدة في طريق وقف إطلاق النار بالحديدة، لكن تبقى التحديات ماثلة أمام هذه المهمة بالغة الصعوبة نتيجة الخروقات المتكررة، بالإضافة إلى عدم تغير شكل تعاطي الأمم المتحدة بصرامة أكثر مع الأطراف المعرقلة للاتفاق. أرحب بضيفنا من مأرب الصحفي عبد الحفيظ الحطامي في مسهل هذه الحلقة، وسينضم إلينا لاحقا الناشط الحقوقي غالب القديمي أيضا. أهلا بك أستاذ عبد الحفيظ. بداية، كيف تقيم الوضع في الحديدة في ظل الخروقات الموجودة وتبادل إطلاق النار من فترة إلى أخرى؟ الوضع في محافظة الحديدة للأسف الشديد لا يزال يراوع، كانه رغم التغييرات ورغم نشر نقاط الارتباط المكونة من ضباط الفريق الحكومي وكذلك الميليشيات إضافة إلى الفريق الضباط الأممويين، لكن للأسف الشديد لا يوجد هناك التزام مما دفع المصدر عسكري في القوات المشتركة البارحة بأنه سيتقدم بشكوى للدول الأعضاء في مجلس الأمن، لأن بشكوى طبعا بالجنرال الهندي أبي جيت وأيضا المبعوث الأممي اللذان يقفان يعني صامتان ومتفقدان إزاء الخروقات التي ترتكبها ميليشيات الحوثي بحق المدنيين أو حتى بحق نقاط الارتباط التي وضعت في شرق مدينة الحديدة، إضافة إلى التحدي الأكبر وهو وضع المزيد من الخنادق والتعسكر والتمترس في العسكرية، وهو ما اعتبره الفريق الحكومي تحديا لقرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات المبرمة في اللجنة المشتركة. وبالتالي يعني اليوم طبعا خرج بيان بارد لا يحمل أي جهة من الاختراق، هو يدعو اليمنيين للتهدئة ويدعو لعدم الانجرار إلى خرق وقف إطلاق النار، رغم أن حتى هذه اللحظة ومنذ البارحة وحتى اليوم هناك أطفال قتلوا وأصيبوا آخرين في حيث والتحيتة والدريجي، وحتى هذه اللحظة لم يتحدث أبي جيت عن من يخترق الهدنة ومن يتحدى الاتفاقيات في محافظة الحديدة،
للاسف الشديد الوضع كما هو عليه حتى هذه اللحظه، ولا يوجد سوى تصعيد عسكري، حشود عسكريه تحشدها ميليشيات الحوثي في مديريه الدريهمي وحيث والتهيتا والجبليه. الجيش اليوم تمكن من صد هجوم في منطقه الجبليه باتجاه كرت الميليشيات، تنوي قطع الخط الانزلتي الرابط ما بين المخا ومدينه الحديده، وبالتالي المعارك محتدمه في بعض. طيب استاذ عبد الحفيظ، برايك ما هي اسباب عوده تهدد الانشراف؟ طيب. بعد فتره من الهدوء في جبهه الحديده، نعم. برايك ما هي اسباب عوده المواجهات المتقطعه اليوم؟ عوده المواجهات طبعا لان الميليشيات تدرك بان الامم المتحده تقف متفرجه وصامته، بل متواطئه كما قال المصدر الحكومي البارحه او الفريق الحكومي، بان هناك تواطؤ بين الميليشيات والمبعوث الاممي وايضا حتى اللجنه المشتركه لجنه التنفيذ، وبالتالي اوجدت اللجنه في من خلال وضع نقاط الارتباط المزيد من المساحه من الوقت لتقوم هذه الميليشيات الحوثيه بالمزيد من عمليه النار، بالمزيد من عمليه التمترس، بالمزيد من ايجاد واستقبال عبر منافذ البحر الاحمر، المزيد من الاسلحه الثقيله والطائرات المسيره والخبراء الايرانيين وغيرها. وبالتالي في اعتقادي ان الميليشيات ماضيه في التصعيد، متحديه كل الاتفاقيات والحوارات المبرمه بينها وبين الحكومه اليمنيه او الفريق الحكومي في محافظه الحديده، تحت رعايه غير شفافه وغير نزيهه وغير عادله فيما يتعلق بقضيه مع يعني والتهدئه ووقف التصعيد بمحافظه الحديده. طيب استاذ عبد الحفيظ، دائما الحديده في الحديده هناك فشل للأمم المتحدة، هذا الفشل كما قلت تم توصيفه من قبل الجانب الحكومي بأنه تواطؤ، لماذا هذا الفشل برأيك؟ لماذا دائما الأمم المتحدة تفشل في وقف إطلاق نار في الحديدة رغم حتى تواجدها في الميدان؟ نعم يا سيدي، في اعتقادي بان نقاط الارتباط وحتى ملف الحديده عموما كان الهدف منه وهو احد اهم الملفات الانسانيه التي كانت ضمن اتفاقيات او مشاورات السويد، يعني لم يكن الهدف هو وضع الكارثه الانسانيه ووقف احتدام القتال في محافظه الحديده بقدر ما هو وقف زحف قوات الجيش و حسم معركة الحديدة مع ميليشيات الحوثي، وتدخلت حينها الأمم المتحدة باتفاقيات أو بلقاء ستوكهولم ومشاورات ستوكهولم والتي خرجت عن انبثقت عنه العديد من القرارات سوى تلك الأممية أو تلك اللجان التي أيضا انبثقت وتمردت الميليشيات على الاتفاقية الأولى والثانية والثالثة إلى أن تضاءل ملف الحديدة ليصبح نقاط ارتباط في نطاق جغرافي ضيق، وهذا استهتار طبعا، واصبح الشعب اليمني للاسف الشديد يدرك صراحه هذا التواطؤ، وهناك اجهزه للاسف الشديد دوليه ايضا تضغط باتجاه يعني عدم حسم معركه الحديده، لان حسم معركه الحديده يعني هو قطع الشريان الرئيسي الذي يغذي الميليشيات بالمال والسلاح، وبالتالي ربما لانهاء الانقلاب تماما في اليمن، لكن هذا لا تحدده اجهزات دوليه في وكالات اقليميه او دوليه لها مصالح في البحر الاحمر ولها مصالح في ان تبقى الامور متوتره في البحر الاحمر، وبالتالي في اعتقادي ان المتضرر الوحيد والرئيسي هو المواطن العادي الذي يقتل يوميا ويعني تفجر سياراته ودراجاته وعرباته وحتى قوارب الصيد بسبب الالغام والمتفجرات التي لم تستطع حتى هذه اللحظه الامم المتحده ايقاف او حتى مطالبه الميليشيات بكشف عن خرائط الالغام التي حتى ابي جيت اليوم يقول بانه لا يستطيع بالضبط هو التحرك ويطلب من الجهتين الفريق الحكومي والفريق الميليشيات بالسماع بالضبط بالتحرك داخل نقاط الارتباط، وللاسف الشديد لم يحدد من هي الجهه التي تعيد التحركات الضباط الامميين او حتى لجان الارتباط في محافظه الحديده. طيب تبقى معنا استاذ عبد الحفيظ ونشرك معنا بالنقاش الناشط الحقوقي غالب القديم، اهلا بك استاذ غالب. اهلا وسهلا عزيزي. برايك استاذ غالب، من يتحمل مسؤوليه فشل اتفاق الحديده في ظل عوده الاشتباكات المتقطعه من وقت لاخر؟ يا عزيزي بشكل رئيسي هي الامم المتحده من خلفها ميليشيات الحوثي،
اتفاق الحديدة حبر على ورق، ما زالت الخروقات متتالية بشبه يومي، لا يوجد اتفاق على الأرض، ما هي إلا دعاية المتحدة حتى تظهر نفسها للعالم أنها نجحت في تثبيت وقف إطلاق النار في الحديدة. طيب بالنسبة لهذا الفشل، هل يعني أنه مقدمة لفشل الأمم المتحدة في إيجاد حل الأزمة اليمنية بشكل عام؟ هذا هو الواضح. الأمم المتحدة فشلت في الملف اليمني منذ البداية، لا يوجد أي اتفاق موجود على الأرض. ميليشيات الحوثي يوميا تخترق الهدنة، يوميا تعمل على خرق الاتفاق، ضحايا يسقطون يوميا، قصف مدينة حيث يوميا، قصف الجبلية يوميا، قصف حيث يوميا، برجاح الجريني، حفر الخنادق والأنفاق، ضحايا الألغام، القنص مستمر، لا يوجد أي إيقاف وأي هدنة موجودة في الخط الساحل الغربي. طيب سأعود لك أستاذ غالب، أعود مرة أخرى للأستاذ عبد الحفيظ الحطامي، هل هناك أي فرص للجنرال الهندي لتثبيت أي اتفاقات قادمة في ظل وجود هذه الخروقات الآن وحالة الفشل؟ في اعتقادي أنه لا يوجد أي فرص، لأنه لا توجد أي نوايا حقيقية للأمم المتحدة لإحلال السلام، ليس في الحديدة فقط ولكن في اليمن. يعني بقاء محافظة الحديدة كجرح ومساحة مفتوحة للصراع، هذا هو للأسف الشديد يبدو دأب الأمم المتحدة ومبعوثيها، وإلا كان بالإمكان منذ الجنرال الهولندي الهولندي السابق باتريك، كان بإمكان المبعوث الأممي أن يكون جادا وأن يكون عبر هذا الفريق الذي كان أكثر جراءة وقوة في التعاطي والتعامل مع الميليشيات، إلا أنه تم إقالته حينها، وبالتالي بعد يعني صبحه بكثير من الخروقات ورفضه ايضا للمسرحيه في مسرحيه ميناء الحديده ومسرحيه اعاده الانتشار في ميناء الصليف وراس عيسى، ورفضها حينها باتريك، وبالتالي للاسف الشديد المبعوث الاممي قاله وسبله باخر، وبالتالي في اعتقادي انه لا توجد نوايا حقيقيه للامم المتحده لاحلال السلام في محافظه الحديده، بل ابقاء الحديده جرحا مفتوحا وساحه مفتوحه للصراعات، ويعني وعدم السماح للقوات الحكوميه باستعاده هذا الميناء الاستراتيجي الذي يعتبر 75% من سكان اليمن تاتيهم المواد الغذائيه والادويه وكافه المستلزمات الحياتيه عبر هذا الميناء، والتي للاسف الشديد لا تزال تسيطر عليه الميليشيات، والتي تمنع دخول الاغاثه منه باتجاه المديريات والمحافظات التي لا تزال تحت سيطره الميليشيات، وهو ما يعقد المشهد الانساني في محافظه الحديده، وبقاء محافظه الحديده بيد الميليشيات وتحت الرعايه الامميه وبهذه الطريقه الرقوه، في اعتقادي انه يؤسس ل يعني عهد جديد اسود بالنسبه لليمنيين اذا ما ظلت الحديده تخضع تحت ميليشيات الحوثي وتحت المبادرات والاتفاقيات الهشه والرخوه من قبل الامم المتحده، التي للاسف الشديد لا توجد لها نوايا حقيقيه في حسم معركه الحديده وفي حسم احلال السلام والامن والاستقرار في هذه المحافظه المنكوبه. طيب استاذ عبد الحفيظ، تقول انه لا رغبه حقيقيه لتحقيق السلام في الحديده بالنسبه للامم المتحده، في حين القوات المشتركة الحكومية تصف التعاطي هذا بالتواطؤ والسلبي. السؤال هنا الآن، إلى متى يظل شكل التعاطي الأممي مع خروقات ميليشيا الحوثي على ما هو عليه؟ في اعتقادي سيظل هذا التعاطي الرخو مع الوضع في مع ملف الحديدة في الميداني ما بقيت طبعا المواقف الرخوه ايضا في الاتجاه الاخر في الجانب الحكومي، يجب على القياده السياسيه وعلى الحكومه الشرعيه وعلى قوات التحالف التي عملت الى دعم الحكومه اليمنيه والشعب اليمني ان تكون اكثر وفاء وبالذات في ملف الحديده الانساني، وان تكون اكثر جديه وحسما لمعركه الحديده، ما لم بقى محافظه الحديده كمساحه للاقتتال وللمبادرات المسلوكيه واستعراض الامجاد لاشخاص في وكان جيرفيتش او غيره من المسؤولين الامميين، للاسف الشديد يعتبر اهانه للحكومه الشرعيه، الحكومه الشرعيه لديها الكثير من الاوراق التي
بإمكان أن تخلطها في وجه الميليشيات، وأيضا يجب أن تتوجه للأمم المتحدة للشكوى باتجاه المبعوث الأممي وباتجاه كل الجهات المتواطئة مع هذه الميليشيات والتي لم تحكم أمرها سوى في الاتفاقيات أو بالحوارات مع هذه الميليشيات، ولم تتمكن من وضع حد لنزيف الجرح في محافظة الحديدة والتي تسببت فيه الميليشيات وأيضا المواقف الرخوة من قبل المبعوث الأممي ومن قبل المنظومة الأممية عموما. طيب أعود للأستاذ غالب القديمي، من حيث عملكم و تواجدكم كناشطين حقوقيين وأيضا وراصدين متواجدين في الميدان، ما الذي رصدتموه من حيث عدد الضحايا وأيضا ما هي المناطق التي تشهد خروقات؟ أخي الحبيب، الضحايا بالمئات إن لم يكونوا بالآلاف، ضحايا الألغام، ضحايا القنص، ضحايا قذائف الهاون، ضحايا التهجير القسري، ضحايا النزوح، ضحايا الموت جوعا، مآسي في الساحل. المناطق الأكثر تواجد للخروقات هي الشريط الساحلي بشكل عام، بالإضافة إلى مناطق الدريني والمنقوم الأعلى والمنقوم الأسفل في مديرية الدريني، ومنطقة الجاح ومنطقة الفازة والحسينة والجبلية في مديرية الحيثة، ومدينة حيث التي كان لها النصيب الأوفر من الضحايا الذين يسقطون يوميا والقذائف التي تسقط في كل ساعة وحين. حقيقة فشلت الأمم المتحدة وفشلت أيضا حكومة الشرعية مع قوات المشتركة في توقيعها على اتفاقية السويد، هي اتفاقية فاشلة مقدما. لن تقف ميليشيات الحوثي عن استهداف المدنيين والاختراق إلا بالحسم العسكري، الحسم العسكري فقط هو وحده من يحرر الحديدة، هو وحده من يسكت مدافع وقبائل ميليشيات الحوثي. طيب فيما يخص ضحايا هذه الخروقات، هل إذا ما تحدثنا عن طبيعة هذه الخروقات، هل هي خروقات متبادلة من الطرفين أم طرف دون آخر هو من يعني يتحمل مسؤولية هذه الخروقات وبالتالي استهداف المدنيين؟ يا عزيزي، ميليشيات الحوثي ترفض نزول أي منظمات حقوقية إلى المناطق التي تسيطر عليها حتى نستطيع أن نحكم أن هذه الخروقات جاءت من الطرف الآخر، أن الضحايا هؤلاء الذي سقطوا في مكان ميليشيات الحوثي في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي، لا نستطيع أن نصل إلى هذه المناطق لأنه ميليشيات الحوثي ترفض وجود أي منظمات حقوقية أو ناشطين حقوقيين في المناطق التي تسيطر عليها، لذلك نحن بحكم طبيعة عملنا لا نخطر إلا ميليشيات الحوثي لأنها تمنعنا حتى من الوصول إلى الضحايا حتى نستطيع أن نحدد من هي الجهة المنتهكة لهذه الضحايا المدنية. طيب أعود للأستاذ عبد الحفيظ الحطامي، تقول أنه يجب اليوم على الحكومة الشرعية وعلى التحالف أن يكون لديهم موقف حاسم أكثر وأن يتخلصوا من حالة الرخاوة التي ربما تعاني منها الشرعية اليوم، هل لا يزال هناك خيارات أمام الشرعية لتغيير الوضع في الحديدة واستعادة السيطرة على المدينة من قبضة ميليشيا الحوثي؟ نعم أخي الكريم، طبعا القوات على مشارف 4 إلى 5 كيلو من البوابة الشرقية لميناء الحديدة، القوات تقف على سقوف المدينة الشرقية والجنوبية، ومن البحر في الجانب الغربي أيضا تقف البوارج الحربية التابعة للتحالف، باعتقادي أن معركة الحديدة كانت معركة سهلة منذ عام ونصف، وكانت الميليشيات قد بدأت ترحل عوائلها من الحديدة باتجاه صنعاء وصعدة وحجة وغيرها، لكن للأسف الشديد هذه المدة منذ 18 ديسمبر المشؤوم في استقال وحتى هذه اللحظة تمكنت الميليشيا وجودها وحضورها، لكن مع ذلك بإمكان الحكومة تلك الأخطاء وتلك الأخطاء التي يعني تتعاملت بها في ملف الحديدة وأن تحسم أمرها، أو حتى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لا يؤمن إلا بالأقوى، فإذا ما فرضت القوات الحكومية سيطرتها على مدينة الحديدة ستأتي وستعلن كل الجهات الأممية وغيرها بعد ذلك الاعتراف بما حدث بالامر الواقع، لكن للاسف الشديد لا توجد نيه بالنسبه للحكومه الشرعيه، والسبب لانه لا توجد للاسف الشديد قوه واليه لوزاره الدفاع، كل من يقود تلك القوات في الساحل الغربي تشرف عليها الامارات، وقوات ايضا تتبع طارق عفاش الذي يقوم بتمزيق الالويه سواء كانت الالويه السهاميه او غيرها من الالويه العسكريه العمالقه وغيرها، للاسف هناك تقاطع في الاجندات في القوات الساحل الغربي، وتوجد قوات طبعا حكوميه
قانونيه لكنها للاسف الشديد ضعيفه ومفككه بسبب طبعا التدخل الاماراتي وبسبب ايضا القوات التي يتم دعمها بقياده قاده عفان. وبالتالي في اعتقادي بان الوضع اذا ما تهتم مع القوات الحكوميه وخاصه مع اتفاقيه الرياض الان وتستطيع ان تلملم اشياء الساحل الغربي وقواته عبر طارق عفاش وغيرها من القوات وان توحد الصف حتى لاحداث احتراق لملف الحديده وحسم المعركه، لكن يبدو فيما اعتقد بان الامور تزداد صعوبه اذا ما استمرت الايام واذا ما تغيرت الاحوال والمسارات السياسيه والعسكريه. فاعتقادي فان الايام الاتيه ستكون اصعب ما لم تحدث الحكومه الشرعيه احتراقا وحسما لمعركه ملف الحديده حتى تضمن ربما تحرير بقيه كاف وكافه المناطق التي لا تزال تحت سيطره الميليشيات على اعتبار ان ميناء الحديده والحديده عموما هي الشريان الذي يغذي الميليشيات بالمال والسلاح سوى تلك الاموال القادمه من ايران او تلك حتى الاموال التي تاخذها وتنهبها من التجار ومن ميناء الحديده وغيرها من المناطق التجاريه والاقتصاديه والضرائب والجمارك وغيرها في محافظه الحديده. اشكرك جزيلا عبد الحفيظ الحطامي الزميل الصحفي والكاتب المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من مارب. اعود الاستاذ غالب القديمي بسؤال اخير، هل ما زالت هناك خيارات امام الشرعيه لتغيير الوضع في الحديده؟ خيار واحد هو انسحاب من اتفاقيه ستوكهولم والعمل على حسم المعركه عسكريا. لا يوجد اي خيار اخر، ميليشيات الحوثي لا ينفع معها اتفاق سلم ولا اتفاقيات ولا عهود ولا مواثيق، لا تلتزم هي اصلا بالعهود والمواثيق. الخنادق تحفر يوميا، الانفاق تحفر، المدارس تعد، التعزيزات تصل من صنعاء ومن تبار ومن قطاعده ومن عمان في كل الاماكن. لا يوجد اي حل مع حكومه الشرعيه الا الحكم عسكريا. اشكرك جزيلا غالب القديمي الناشط. أشكرك جزيلا الناشط الحقوقي غالب القديمي، كنت معنا من سيئون، وأيضا الشكر موصول للصحفي عبد الحفيظ الحطامي كان معنا من مارب. انتهت هذه الحلقة من زوايا الحدث، في الختام تحية طاقم البرنامج ومنتج حلقة اليوم زميل محمد عبد المنيف، في أمان الله.